طبعا المفروض ان احنا النهارده هنعمل الكونفيجريشن يا رجاله بتاعه اللاب الواجب اللي احنا كنا اخدناه امبارح. اللاب معايا هنا اهو، انا كل ما هنالك ان انا حاطط ايبيهات للرسمه بتاعتي، بس حاطط لها ايبيهات. فاحنا دلوقتي هنبدا نشتغل نعمل الكونفيجريشن دي مع بعض. بس استاذنك قبل ما هشرح الكونفيجريشن، او قبل ما اقول الكونفيجريشن دي شغاله ازاي او هنعملها ازاي، هستاذنك ناخد شويه حاجه نظريه كده كنا اخدناها في السي سي ان اي. ايه هي الحاجه اللي انت عايز تتكلم عنها هندسه؟ عايز اقول لك الاوس بي اف موجود فيه كام تيبل، كام جدول. اول جدول بتشتغل عليه، وده جدول موجود في كل الراوتنج بروتوكولز، حاجه اسمها الراوتنج ايه؟ الراوتنج تيبل. والراوتنج تيبل زي ما انت شايف كده، الراوتر ده الراوتنج تيبل بتاعه، في افضل المسارات البيست راوتس، افضل المسارات. وطبعا لو انت شغال بالاوس بي اف بيكتب لك جنب المسار ان هو شايفه بالاو اللي هو الاوس بي اف. طب ازاي اشوف الراوتنج تيبل؟ بتكتب الكوماند اللي اسمه شو اي بي راوت. يبقى الراوتنج تيبل بيبقى فيه افضل المسارات. طب ايه الجدول الثاني اللي ممكن نقابله في الاوس بي اف؟ الا وهو حاجه اسمها النيبور تيبل. النيبور تيبل جدول الجيران. الجيران يعني ايه؟ يعني راوتر زي ده يا جماعه، زي اللي انتم شايفينه ده، المفروض لما اقول له شو اي بي اوس بي اف نيبور، وريني جيرانك اللي شغالين اوس بي اف زي حالاتك يا راوتر ايه، يقول لي في راوتر ده ويكتب لي الاي بي بتاعه، والراوتر ده ويكتب لي الاي بي بتاعه، يقول لي دول جيراني. هو مش بيكتب لك الاي بي بتاعه، بيكتب لك حاجه اسمها الراوتر اي دي. الراوتر اي دي بتاع الراوتر النيبور، والراوتر اي دي بتاع الراوتر النيبور اللي هنا. طب حد عارف يعني ايه يا رجاله راوتر اي دي؟ وحتى شوف النيبر دول راوتر اي دي اوف اوس بي اف نيبر. حد عارف يعني ايه راوتر اي دي؟ يعني انا معايا راوتر هنا اهو عليه اي بي يا 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 تامر، اي بي هنا 10.0.0.1، وعليه اي بي هنا 11.0.0.1، وعليه اي بي 12.0.0.1. يا ترى ايه هو الراوتر اي دي؟ قول يا تامر. تمام، حلو. بص يا رجاله، الراوتر اي دي هقول لك افسر لك يعني ايه اصلا اي دي. عارف انت البطاقه اللي معاك ده الاي دي بتاعك انت لما تبقى شغال في شركه او مثلا شغال في مكان حساس او كده، عليا يعني سواء مكان حساس او غير حساس، بيبقى معاك اي دي. ايه الاي دي ده؟ ده بطاقه تعريفيه خاصه بيك، كارت خاص بيه. يعني مثلا انا واحد من الناس معايا اي دي، الكارت اللي معايا ده بفتح بيه جميع الغرف اللي في الشركه عندنا، لان الغرف عندنا سكيور، بتسجل مين دخل ودخل الساعه كام وخرج الساعه كام. اول ما بطلع الكارت طبعا عايز ادخل اعمل شغل على سيرفر معين او على راوتر معين، لازم ابقى متواجد في الداتا سنتر عندي، بطلع الكارت واقوم مدخله في الباب بدخل. ده بقى ايه الاي دي ده؟ الاي دي ده رقم، انا مثلا ليكون رقم في الشركه 11، فرضا ان في داتا معينه اتسرقت او حاجه معينه اتسرقت، يبدا الاداره عندك في الشركه تبدا تشوف مين اللي دخل الغرفه الساعه كذا، يقول له ده الاي دي 11. ده احمد عبد الله كان موجود الساعه 2 بالليل في الغرفه دي. ايوه يا عم احمد، تعرف كنت بتعمل ايه؟ ده كنت بعمل كذا. ايه اللي دخلك؟ وانت كنت ويبدا يحقق معاك. فالاي دي هو رقم مميز ليا وليك، زي بالظبط الرقم القومي على البطايق بتاعتنا يا جماعه، كل واحد له اي دي خاص بيه، رقم قومي خاص بيك، وعاد دلوقتي بيحطوا لك في الباسبور بتاعك اي دي. كذلك برضو في الاوس بي اف بيعملوا للرواتر حاجه اسمها اي دي، وده بيكون يفضل يكون اي بي مميز للراوتر. يعني ايه اي بي مميز؟ عارف انت كان زمان كده افلام جيمس بوند يقول لك 007، ده ايه ده؟ ده الاي دي بتاع جيمس بوند يا فندم. فالراوتر بتاعي لابد انه يكون له اي بي مميز، ممكن ما يكونش مميز، ممكن يكون رقم عادي، لكن يفضل انه يبقى اي بي مميز. طب وانا اخليه اي بي مميز ازاي يا هندسه؟ عن طريق اللوب باك. عن طريق اللوب باك. طب استنى كده، الراوتر اي دي، الاي دي بتاع الراوتر هو اعلى هايست لوب باك اي بي ادريس.
اعلى لوب باك اي بي في الراوتر. طب افرض اصلا يا ريس مفيش اي بي، مفيش لوب باكات. واحد يسالني دلوقتي يقول لي طب يا باشمهندس معلش يعني ايه لوب باك؟ هقول لك. طب استنى وقف الحته دي وتعالى اما اوضح لك يعني ايه لوب باك. لوب باك خليني افتح لاب كده بالجي ان اس 3 بالباكت تريسر اعرفك يعني ايه لوب باك. لوب باك ده يا جماعه يعني اي بي وهمي. يعني مثلا جهاز زي ده اهو الراوتر ده انا عايز احط له اي بي وهمي عادي جدا. انت ممكن على فكره في خاصيه في الرواتب تحط اي بيهات وهميه على فتحات وهميه، زي ما عندك امكانيه انك تعمل انترفيس او كارت لان وهمي في الـ في الـ في في, في, في اللابتوب بتاعي او في الويندوز 7. حتى انا كنت وريتها لكم تقول له اد وتقول له لوب باك اي بي لوب باك انتر لوب باك كارد. ايه لوب باك ده؟ لوب باك انترفيس كارد ده اي بي وهمي انترفيس وهمي كارت شبكه وهمي. قال لي يعني بضحك على الويندوز واقول له ان في ده في كارت شبكه هنا اهو، وهو الكلام كله وهم في وهم. فانا ممكن برضو على نفس القصه اعملها في الراوتر اقول له كونف دي واقول له انترفيس واقول له لوب باك وبص قدامك من صفر لغايه 2 مليار وشويه يعني براحتك الرقم اللي انت عايزه. قول له يا عم لوب باك مثلا زيرو. بقول لك الانترفيس بقى اب مجرد دخولك عليه كانك عملت له شوت داون. هو انترفيس وهمي اصلا. اي بي ادرس 1.1.1.1 ايه الاي بي اللذيذ ده؟ والماسك 255255 زيرو. ايه يا عم الحلاوه دي؟ طب لو انا عملت كنترول زد قلت له شو اي بي انترفيس بريف يا عم تامر. ها بص كده يا تامر معايا. في عندنا انترفيس اسمه لوب باك زيرو الاي بي بتاعه 1.1.1.1 اب اب. قال لا يعني الجهاز ده اهو بدل انت عايز تشوف انت هتبنج على الراوتر ده بدل ما تقول له يا عم بنج على 20.1.3.1 او 20.1.2.2 بالله عليك وانه اسهل الاي بي ده او ده ولا 1.1.1.1 انه اسهل يا رجاله؟ طب صح حاجة مميزة كده يعني بسيطة. الله برد عليا لا مين ده؟ مين ده يا اولاد؟ اللي هو الراوتر ده يا ابني ما احنا حطينا له قال يعني انترفيس حقيقي وعليه اي بي عادي جدا. وعلى فكرة ممكن تعمل تلت على الراوتر بالاي بي ده، بس انت خش على الراوتر افتح التلت. يعني انت لو قلت له كونف دي انيبل سيكريت اي 1 لاين في تي واي زيرو مسافة 4 الباسورد A1 لوجن عادي جدا ممكن افتح الجهاز بتاعي واقول له يا عم تلنت خش على 1.1.1.1 كلمه السر A1 فتح معايا. ايه ده؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان يفضل تختار لكل راوتر لوب باك اي بي، اي بي وهمي نحطه على انترفيس وهمي اسمه لوب باك عشان نقدر نمانج الراوتر منه. انتوا متخيلين يا جماعه معايا؟ انا واحد من الناس كنت شغال في شركه اي اس بي فكنا عاملين لوب باكات. دلوقتي تخيل انت عندك 90 راوتر او 100 راوتر على مستوى الجمهوريه. انتوا متخيلين عشان ادخل مثلا لو في مشكله في الفيوم ولنكن اللي هو الراوتر ده عايز انا من جهازي في الشركه عايز ادخل على الراوتر بتاع الفيوم عارفين بعمل ايه؟ كنت بقوم اقف على التوبولوجي الكبيره قبل ما نعمل الموضوع ده وابدا ابص على الانترفيسز بتاعه راوتر الفيوم واشوف الاي بيهات اللي عليها. كانت بتبقى طبعا اي بيهات ريال في الغالب كانت بتبقى اي بيهات بابليك. بجيب ورقه واقعد اكتب الاي بي واخده واقعد على الجهاز واعمل تلنت عليه. طب الحل الافضل من كده لما عملناها بقى التعديس او التحديث الجميل اللي اتعمل، لا يا عم راوتر الفيوم بقى 84 84 84 84. الراوتر اللي فرانسيس 1.1.1.1 اكتوبر 6/6/6/6 العاشر من رمضان 10/10/10/10. ايه الحلاوه دي؟ حتى تديني سهوله يا عم دخلني على الراوتر بتاع رمسيس 1111 مدي اي بيهات سهله ان انا احفظها. صح الكلام؟ يعني انت دلوقتي عندك على الموبايلات عندك او على الموبايل بتاعك بتلاقي ارقام كتير انت في الغالب ما انتش حافظها، بس ممكن تحفظ الرقم المميز. يعني مثلا لو والدك جايب عده خط
الرقم بتاعه 010 7 7 010 8 8 فاهمني؟ اه لا ده سهل ان انا احفظه. فاهمين يا رجاله؟ فاذا الراوتر اي دي هو اي دي مميز للراوتر. ينفع تبنج عليه؟ ينفع تتلنت عليه. فاحنا دلوقتي فهمنا يعني ايه لوب باك اي بي. وحلاوه اللوب باك انه يبقى سهل. يعني ممكن واحد يقول لي انا هعمل لوب باك اي بي يا باشمهندس 207.144.93.135. صح؟ بس ايه انت مكلكعه ليه؟ ده احنا بنقول لك ميزته انه يبقى سهل. يعني هو كل ما كان سهل كل ما كان افضل. ماشي كده يا رجاله؟ طب يعني ايه الراوتر اي دي؟ الراوتر اي دي هو اعلى لوب باك. طب افرض الراوتر اصلا يا هندسه ما عليهوش لوب باك، هيبقى الراوتر اي دي هو اعلى اي بي بحقه حقيقي. هو اعلى اي بي بحقه حقيقي ازاي يعني؟ يعني راوتر زي اللي انتم شايفينه قدامكم اللي انا رسمه ده ما عليهوش لوب باكات. طب الراوتر اي دي يبقى كام يا هندسه؟ ها؟ يبقى كام يا مغازي؟ الله عليك 12001 لانه اعلى اي بي. يبقى ده اللوب باك اي بي بتاع الراوتر اي دي. في الحاله دي الراوتر اي دي هو 12001. عارف لو انا جيت عملت له يا مغازي اللي قلت له ان الراوتر اي دي بتاعك 1.1.1.1 او انترفيس لوب باك 1.1.1.1 كده، في الحاله دي الراوتر اي دي بقى كام يا مغازي؟ 1.1.1.1. هتقول لي بيبص الاول في اللوب باك، بس واحد يجي يقول لي ايه ده 12 اكبر من 1. لا يا حبيبي، وبيبص الاول في لوب باك. اه في، خلاص يبقى اللوب باك اول حتى لو كان اصغر من الانترفيس الحقيقي. طب ما فيش لوب باك، خلاص انت بقى حطيتني في خانه اليك، انا مضطر اختار اي بي من دول اعمله الراوتر اي دي بتاعي، فاختار اكبر واحد اللي هو ده. ماشي الكلام؟ فاهمين؟ طيب يعني تعالى كده مثلا معايا للراوتر ده، وتعالى نشوف جدول الجيران. الجيران بتاعه له كام جار؟ ده له كام جار؟ له جار ده اهو وله جار ده اهو اللي هم الدايركت كونكتد بيه. فتعالى كده لما نقول له وريني جدول جيرانك كده، شو اي بي اوس بي اف نيبر، نقول اوس بي اف مش شغال ولا ايه؟ شو اي بي بروتوكولز، اه ما عليهوش اوس بي اف، الاوس بي اف اصلا مش شغال. طيب انا عايز اجيب لاب، ثانيه واحده كده انتظروني، هجيب لاب الاوس بي اف يكون شغال فيه. جي ان اس اللاب اللي انا بفتحه ده متروت اوس بي اف يا رجاله اريا زيرو، يعني هو متروت اوس بي اف اريا زيرو. فتعالوا بقى نشوف كده النيبر بتاع راوتر معين، يعني راوتر زي ده، نستنى بس كده اما يبعتوا لبعض الابديتس كده والدنيا تقوم. راوتر زي ده له كام جار؟ له الجار ده، الجار ده حلو قوي. تعالى كده ايه اخبار الاوس بي اف؟ الاوس بي اف اتبعت اهو، هنقول له نيبر. لو انا قلت له شو اي بي اوس بي اف نيبر، وريني جيرانك اللي شغالين اوس بي اف. كام يا مغازي؟ قال لك 15002. 15002 هنا، قال لا. طب مش كان المفروض يا مغازي يقول لي 11002؟ طب ليه قال الاي بي بتاع دي 15002؟ لان الراوتر ده هو المفروض بيشوف في جدول الجيران، بيشوف الراوتر اي دي بتاع الراوتر اللي جار، اللي جاره، بيشوف الراوتر اي دي بتاع الراوتر الجار. طيب هو ما احنا قلنا الراوتر اي دي اعلى لوب باك. طب الراوتر ده معلوش لوب باك، معلوش لوب باكات اصلا، يبقى اعلى اي بي فيزيكال، اعلى اي بي على انترفيس حقيقيه 12 13 11 لا ال 15 اكس. طب الراوتر الثاني هتقول لي المفروض يجيب 14 2، لا غلط، يجيب الراوتر اي دي بتاع ده لو في لوب باكات هقول لك ماشي، انما مفيش لوب باك. اعلى اي بي حقيقي هنا 80001 اهي. ايه رايك؟
طب افرض في راوتر اي دي، انا عايز اغير الراوتر اي دي، يعني تخيلوا معايا انا عايز اخلي الراوتر ده راوتر 1 واخلي الراوتر ده راوتر 2 والراوتر ده نسميه برضو راوتر 3. فهعمل ايه بقى يا مغازي؟ انا عايز اخلي احط الراوتر 1 اخلي له اعمل له راوتر اي دي يبقى 1.1.1.1. ليه؟ طب استنى كده، لو انت عايز تشوف الراوتر اي دي بتاع الراوتر اللي انت واقف عليه في كوماند ظريف اسمه شو اي بي اوس بي اف انترفيس. طبعا الكلام ده كله معاد من السي سي ان اي، شو اي بي اوس بي اف انترفيس. طبعا هيجيب لك كل الانترفيسز بس هيبان فيها الايه؟ البروسيس اي دي بتاعتك واحد، نوع الشبكة بتاعتك برودكاست، هنعرف يعني ايه برودكاست دلوقتي، بريوريتي بتاعتك واحد، هنعرف يعني ايه الستيت دي ار، برضه هنعرف يعني ايه الكوست، هنعرفه نتكلم عنه الحصة الجاية. استناني بس عليا، أنا عايز حاجة مهمة تانية، الراوتر أي دي، الراوتر أي دي كام يا عم؟ 14001، لأن هو أعلى أي بي هنا، هو مفيش لوباكات؟ أه يا عم والله مفيش لوباكات. طب افرض يا هندسة عملنا له لوباك، خلاص يبقى الراوتر اي دي هو اللوباك، قول له كونف دي، قول له انترفيس لوباك مثلا واحد، ونقول له الاي بي ادرس بتاعه 1.1.1.1 والماسك. الماسك ده صح ولا غلط يا رجاله؟ 4255. سلاش 2.3، وكانه بيقول لك يا خالد ان الشبكه دي ما فيهاش غير الاي بي ده. الشبكه دي ما فيهاش غير اي بي واحد بس. بس شكرا، طيب انا مش محتاج فيها غير اي بي واحد، اصل دي فتحه وهميه وانا مش هوصل عليها حد. خلاص يعني. ماشي يا عم، مقبوله منك. دلوقتي بقى خالد يقول لي بس استنى تعالى بقى هندسه، شو اي بي اوس بي اف انترفيس. الراوتر اي دي هندسه ايه؟ المفروض يبقى 1.1.1.1. يطلع كام يا خالد؟ ايه يا عم ده يا عم، انت بتقول الكلام وتقول لنا غلط ولا ايه؟ لا الكلام صح. عارف انت لما بتسطب انتي فايروس للجهاز عشان الانتي فايروس يشتغل، بيقول لك ايه؟ من فضلك اعمل ريستارت للجهاز عشان الجهاز يبدا يحس بالبرنامج، لان البرنامج ده تقيل شويه فيبدا يحمله من الاول وياخده على الرامات بتاعته. كذلك الراوتر اي دي لازم تعمل ريستارت للراوتر او تعمل ريستارت للاوبريشن بتاعت الاوس بي اف، تعمل ريستارت للاوس بي اف نفسه. ايه ده؟ هو انا ينفع اعمل ريستارت للاوس بي اف؟ ايوه يا عم، زي ما بتعمل ريستارت للبورت، شت داون مو شت داون كده، انا طفيت البورت وفتحت عملت البورت ريستارت. طب الاوس بي اف لما تحب تشغل تعمله ريستارت في كوماند ظريف اسمه كلير، كلير على الـ على الـ على الانيبل، كلير اي بي اوس بي اف، كلير اي بي اوس بي اف بروسيس، يعني عارف يعني ايه؟ اعمل لي ريستارت للبروسيس بتاعت الاوس بي اف، انتر وتقول له يس. ها بدا يبعت، مسح الادجيسنسز وبدا يبعتها مره ثانيه. ها لو جينا قلنا له بقى شو اي بي اوس بي اف انترفيس، المفروض يحس الايه؟ القيمه الجديده. شو اي بي اوس بي اف انترفيس، المفروض الراوتر اي دي يبقى كام؟ طب ما جاتش ليه؟ على فكره ده عيب في البرنامج، عيب في البرنامج ده. طب الصح يا هندسه لو ما اشتغلش معاك الكوماند ده، خلاص انت حضرتك اعمل دبليو ار سيف وبعد اذنك اعمل لي ريلود. عما يعمل ريلود تعالى بسرعه كده نيجي على الراوترين التانيين، راوتر 2 ده انيبل كونف تي انترفيس لوب باك 1 اي بي ادرس 2.2.2.2 والماسك كنترول زد دبليو ار وريلود. ونيجي على الراوتر الثالث ده، صاحبنا ده مش عايز يزيد ليه؟ يا سلام، هو راوتر بحي ولا ايه؟ انيبل كونف دي انترفيس لوب باك 1 اي بي ادريس 3333 والماسك كنترول زد دبليو ار وما تنساش تعمل ريلود. وتعالى نستنى، تعالى على الراجل ده كده عمال اللي تحت ايد نيبول، قول له شو اي بي اوس بي اف انترفيس.
ايه رايك يا عم خالد؟ راوتر اي دي بقى 1.1.1.1 مش كده وبس، هتلاقي برضو الراجل ده بقى 2.2.2.2 والراجل ده بقى 3.3.3.3. هقول لك على حاجه، لو جيت على الراجل ده وقفت عليه وقلت له وريني الجيران، جدول الجيران اللي هو اس بي اف نيبرز، هيقول لك انا جاري 2.2.2.2.3.3.3.3. حتى النيبر تيبل هيبقى شكله شيك لو انا قلت له شو اي بي اس بي اف نيبرز. لغايه قال لي مين؟ ايه ملاحظ دي؟ 2.2.2.2. طبعا 3.3 ما ظهرش لان الابديت بتاع الراوتر ده لسه ما بعتش الابديت بتاعه، بعته اهو. تعال نقول له تاني كده شو اي بي اس بي اف نيبر. الله الله، يقول لك مين؟ جاري 2.2.2.2 وجاري 3.3.3.3. يبقى اذا ميزه الراوتر اي بي ان هو اي بي سهل وبسيط عشان تقدر تمانج لو عدد الراوتر عندك كتير، تبقى عارف حتى بالاحساس ان 2.2.2.2 ده موجود مثلا في مدينه القاهره، اما 3.3.3.3 موجود في مدينه اسكندريه. حتى مش كل شويه محتاج انك تحفظ اي بيات مكلكعه، لا الموضوع يبقى بسيط وسهل. مفهوم الكلام يا رجاله؟ حد عنده اسئله في الحته دي قبل ما ننقل لحته ثانيه؟ طيب اتفضل. الله عليك، سؤال جميل وانا عارف انت عايز تسال في ايه وهجاوبك عليه واحنا بنعمل اللاب. حلو السؤال بتاعك يا تامر على فكره، مع انك ما سالتوش يعني، بس انا عارف انت هتسال في ايه. احنا ممكن نقفل كروم كده. طيب الحته الثانيه اللي عايز اتكلم معاك فيها التوبولوجي بتاعت الاس بي اف او التوصيلات بتاعته. قال لك عندك نوعين من التوبولوجي، حاجه اسمها بوينت تو بوينت وحاجه اسمها بي ام اي او برودكاست مالتي اكسس. طب خلينا في السهله الظريفه دي الاول. بوينت تو بوينت يعني ايه؟ بوينت تو بوينت يا دامر، راوتر بيتوصل براوتر بس عن طريق كابل السيريال، ماشي؟ راوتر بيتوصل براوتر عن طريق كابل السيريال، دي اسمها بوينت تو بوينت. طبعا احنا يعني كابل السيريال استحاله يبقى بالمنظر ده، يعني ما ينفعش يبقى فيه راوتر كده وراوتر كده ويطلع في سويتش هنا، السويتش ده يبقى فيه فتحات سيريال يعني، صح ولا ايه؟ فالسويتش ده عمرنا ما سمعنا سويتش على فتحات سيريال. فاذا لما نيجي نوصل سيريال بسيريال ما فيش غير المنظر ده اللي هتشوفه، صح؟ بوينت تو بوينت. طب ايه الفكره في البوينت تو بوينت؟ تخيلوا معايا ان الراجل ده قديم. يعني ايه قديم؟ موجود في الشبكه من زمان، يعني في راوتنج تيبل بتاعته جاهزه، والراجل ده احنا لسه مركبينه جديد نيو ولسه مروتينه وروتنا الفتحه ده بالاس بي اف. عارف اول ده ما يبدا يتركب يقوم عامل ايه؟ اول ما يتركب يقوم باعت للراجل ده يقول له هلو، ويبعتها على الاي بي كام يا تامر؟ 224.0.0.5. يقوم صاحبنا ده يقول له هلو ورحمه الله وبركاته على برضه 224.0.0 كام؟ 5. يقوم الراجل ده يقول له طالما انت رديت عليا طب خد يا عم، خد ال ال اس اللي عندي. وده يقوم هو كمان يقول له اكنولج، شكرا انك بعت لي ال ال اس اللي عندك، جزاك الله خير. طب طالما انت كده بقى واد مجدع خد انت كمان ال ال اس اللي عندي. يقوم الراجل ده يقول له اكنولج، شكرا انك بعتهم لي. طبعا ده بياخد ال ال اس اللي ده بعتها له ويعالجها عن طريق الالجوريثم بتاع ديجيكسترا
ويجيب الشبكات اللي موجوده هنا ويحطها في الراوتنج تيبل، وده برضو بياخد ال LSA من ده وياخد الشبكات يعالجها لغايه ما يحصل على الشبكات ويرصها عنده فين؟ في الراوتنج تيبل. في مشكله؟ مش اي مشكله. الهلو بتتبعت كل قد ايه؟ الهلو بتتبعت كل 10 ثواني. وهكلمك في الهلو دي كمان شويه. ماشي كده يا رجاله؟ طب الطريقه الثانيه في التوصيل الا وهي طريقه البرودكاست مالتي اكسس بي ام اي. بيبقى البي ام اي بيبقى على بورتات الايثرنت. لان ممكن الراوتر بتاعي يتوصل كده على بورت الايثرنت، يتوصل كده راوتر براوتر. بس في الحاله دي برده ما بنسميهاش بوينت تو بوينت، وبس وارد ان هو يتوصل كده في سويتش. صح ولا ايه؟ فاذا بورتات الايثرنت بنقول عليها يا جماعه ايه؟ برودكاست. البورت نفسه بنقول عليه برودكاست. زي ما بنقول على البورت السيريال بوينت تو بوينت، بنقول على البورت الايثرنت بنقول عليه برودكاست. طب ليه برودكاست يا هندسه؟ لان انا عندي سويتش هنا، بالله عليك لو الراوتر ده بعت برودكاست كده وصلت للسويتش، السويتش بيعمل فيها ايه؟ بيبعتها كده ويبعتها كده ويبعتها كده. يعني اي برودكاست اي سويتش فيهم بيبعتها بتوصل لمين؟ توصل للناس كلها. طب مالتي اكسس، مالتي اكسس يعني اكتر من دخول على نفس النقطه. طب ما السويتش ده اسمه مالتي اكسس، هو ده اللي بيمكنك من انك تعمل مالتي اكسس. السويتش ده داخل عليه والراوتر ده داخل والراوتر ده داخل والراوتر ده داخل، اكتر من دخول اهو. ولو حد فيهم بعت برودكاست بتوصل للكل، فعشان كده بنقول عليها يا احمد بنقول عليها بي ام اي برودكاست كاست مالتي، برودكاست مالتي اكسس. طيب ايه المشكله في التصميم ده؟ التصميم ده زي الفل ومفيش فيه اي مشاكل. ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا يا جماعه لو تخيلنا ان الراجل ده عايز يبعت الابديتس بتاعته او ال اس اي بتاعته او الراوتنج تيبل بتاعه، فبيقوم باعتها على كام؟ المفروض بيبعتها على اي بي كام يا احمد؟ 224.005. ده مالتي كاست. على فكره السويتش ما بيقدرش يميز ما بين البرودكاست والمالتي كاست. السويتش المالتي كاست بالنسبه له برودكاست، الاثنين واحد، لانها بتتبعت على ماك ادرس اف 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 12 اف. طيب يوم السويتش يعمل فيها ايه؟ يبعتها لده، يبعتها لده، يبعتها لده. الراجل ده قال لا انا جالي راوتنج تيبل، عايز ابلغ زمايلي بالابديتس اللي حصلت في شبكات جديده يا اولاد. يقوم صاحبنا ده باعت ال LSA بتاعته على 224.005. السويتش يوديها كده ويوديها كده ويوديها كده. كانت في ابديت راحت للراجل ده عايز يعرف زمايله، فيقوم باعتها كده، تيجي للسويتش يبعتها كده ويبعتها كده ويبعتها كده. الراجل ده برده جاله ابديت عايز يعرف زمايله، فيبعتها كده، السويتش يبعتها كده ويبعتها كده ويبعتها كده. قال لا ده انا كمان جالي ابديت، خدها يا اولاد. يقوم باعتها كده وباعتها كده وباعتها كده وباعتها كده. ايه اللي حصل يا رجاله؟ برودكاستات كتيره جدا هنا. بيحصل حاجه هنا اسمها ستورم اوف برودكاست، عاصفه من البرودكاستر. بعد شويه بتبص تلاقي الدنيا هنا اتخنقت وماتت جدا. يعني اتخنقت بسبب البرودكاست بتاعت الاوس بي اف. فتخيل بقى لو في داتا كمان معديه، يا خبر ابيض، ده احنا مش هنعدي، احنا مش هنعدي كده خلاص. طب الحل يا هندسه؟ الحل عشان نقضي على الستورم بتاعت البرودكاستات دي، عاصفة البرودكاستات، قال لك خلاص الحل ان احنا ناخد بحديث النبي عليه السلام صلوا عليه اللي بيقول ايه يا عم خالد؟ اذا كنتم ثلاثة ف حد يرد علي. الله عليك. اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، خلوا لكم كبير، خلوا لكم امير، تمام؟ امروا احدكم يعني خلي واحد على اماراتكم، اللي هو الايه يعني. مثلا احنا مجموعه 10 وفي مشروع كده ولا حاجه، بدل ما نروح كلنا نتكلم مع الدكتور كده يعني، وكل واحد بكلمه، يا جماعه احنا الراجل ده اقتراح فين فينا، الراجل ده بيعرف اسلوبه كويس، هنختار خالد مثلا بيتكلم باسلوب شيك بتاعي، يبقى ده الواجهه بتاعتنا. انت عم خالد اتكلم مع الدكتور، احنا مصرحين لك
انت كده الكبير بتاعنا، مصرحين لك انك انت المتحدث الرسمي. زي دلوقتي بقى اسمها ايه؟ المتحدث الرسمي. تمام؟ فلازم يبقى فيه كبير. ايه الكبير بقى؟ قال لك ان احنا هنختار اول حاجه، نختار حاجه اسمها دي ار راوتر. الدي ار يعني ديزيجنيتد راوتر. الديزيجنيتد يعني المنتخب زعيما. ديزيجنيتد راوتر هو الراوتر المنتخب زعيما. طب ايه الديزيجنيتد راوتر ده يا رجاله؟ واحد هو الراوتر صاحب اعلى برايورتي. الله عليك، ايه البرايورتي دي يا هندسه؟ بصوا يا جماعه، الراوتر لما بيبقى جاي الانترفيسز بتاعه السيريال البريورتي بتاعتها صفر، ما تلزمناش اصلا، يا ما مش داخله في الحوار ده. طب احنا بنتكلم دلوقتي وعمالين نقول في دي ار وراوتر زعيم، وبعد كده اقول لك في بي دي ار راوتر نائب زعيم، عشان مشكله الستورم اللي هنا. طب هو هنا بيحصل ستورم؟ لا، فالبريورتي هنا صفر اصلا، يعني مش لازمانه اصلا يعني. طب انت عشان انت بتعمل ايه؟ انا بختار الدي ار، وكمان شويه اختار حاجه اسمها البي دي ار، الباك اب دي ار النائب بتاعه، بختار زعيم واختار نائب الزعيم. طب انت بتعمل كل ده ليه؟ يا ابني كل ده بعمله عشان اقضي على الستورم اللي هتحصل هنا، ستورم البرودكاستات اللي بتحصل في النص دي، الخنقه دي عايز اتغلب عليها. فانا دلوقتي بختار الدي ار، فالدي ار هو الراوتر صاحب اعلى بريورتي. طب الديفولت بريورتي بتاعت بورتات الايثرنت او الفاست ايثرنت او الجيجا ايثرنت واحد. 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 طب هو انا ينفع العب في البريورتي هندسه؟ افرض انا عايز اخلي الراوتر ده هو الدي ار. انا عايز اخلي الراوتر ده يبقى هو الزعيم. خش على الانترفيس ده واكتب الكوماند ده، وانت واقف على الانترفيس تقول له اي بي اوس بي اف برايورتي، واختار قيمة معاك من 0 لما 255. طبعا كل ما كانت اكبر كل ما كان افضل، يعني هو بيقول لك صاحب اعلى، فانا عايزه يبقى الدي ار قول له يا عم 2، قول له 10، قول له 100، اهم حاجة تبقى اكبر من الواحد. يبقى كده صاحبنا ده بقى مين؟ بقى هو الدي ار. فاكرين لما فتحت لكم اللاب اللي تحت ده؟ فاكرين لما جينا هنا بصوا كده، لو انا قلت له شو اي بي اوس بي اف انترفيس، طبعا بيجيب لي كل الانترفيسز. انا بس عايزك تركز معايا في الانترفيس السيريال. البريورتي هنا بكام على السيريال؟ السيريالات ما بيحصلش عليها برودكاستات وكلام من ده، فما فيش حاجه اصلا، بريورتي بصفر اصلا. طب بص كده، فاست 0 سلاش 0 اللي هو الفتحه دي، مع ان هنا ما فيش رواتر ثانيه، ما فيش رواتر ثانيه، بس فاست فتحه الفاست ايثرنت بقى نوعها ايه؟ حتى بقول لك الطيب ايه؟ الطيب نتورك تايب برودكاست اللي هي البي ام اي برودكاست مالتي اكسس. طب والبورت السيريال اللي هو سيريال 5 على 0 النتورك تايب بوينت تو بوينت، بورتات السيريال بوينت تو بوينت. طيب بص هنا البريورتي بكام؟ على البورت الايثرنت بواحد. طب افرض انا عايز العب فيها واخليها 10 اهو، كونف دي واقول له انترفيس فاست 0 سلاش 0 واي بي اوس بي اف نتورك اي بي اوس بي اف برايورتي واقول له 10. طب تاني كده شو اي بي اوس بي اف انترفيس، ايه رايك البريورتي بقت بكام؟ ملاحظ معايا ان البريورتي بقت ب 10. ملاحظ معايا يا خالد؟ طيب طب افرض يا هندسه، افرض محدش لعب في البريورتي، فضلت بواحد 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 بواحد، ساعتها بنلجا للاختبار رقم 2 هو الراوتر صاحب اعلى، الله عليك، راوتر اي دي. فاكرين الراوتر اي دي اللي انا اول حاجه اتكلمت عليها في حصه النهارده؟ يعني ايه راوتر اي دي يا هندسه؟ فكرنا الله يكرمك يا عم، ده كان اعلى لوب باك. طب افرض مفيش لوب باك، يبقى هو اعلى فيزيكال اي بي.
فيزيكال اي بي اللي هو الاي بيات الحقيقيه، فيزيكال اي بي ادريس اللي هي الاي بيات الحقيقيه اللي موجوده على الانترفيسز بتاعه الراوتر. طب تخيل كده يا عم خالد معايا، تخيل معايا الاي بي بتاع الراجل ده، مفيش بقى دي ار ان ولا حاجه، 1.1.1.1 وده 3.3.3.3 وده 9.9.9.9 وده 7.7.7.7. فين الدي ار راوتر رجاله؟ هو الراوتر صاحب اعلى بريوريتي. طب البريوريتي بواحد واحد، يبقى الجا الاختبار الثاني، هو صار الراوتر صاحب اعلى راوتر اي دي. طب الراوتر اي دي هنا 1 1 1، الثلاثه 7 9 مين يا اولاد؟ 9. الله يفتح عليك، يبقى ده الدي ار. حلو قوي. طب بعد ما بنختار الدي ار يا هندسه، بنختار حاجه اسمها البي دي ار. البي دي ار دي حاجه، ده اللي هو مين؟ باك اب راوتر. اسف، باك اب دي ار، باك اب دي ار، الدي ار الاحتياطي بي دي ار. طب وده بنختاره ازاي؟ زي اللي فوق بس تاني حاجه، يعني هو ادي واحد، هو الراوتر صاحب ثاني اعلى برايورتي. اثنين، هو الراوتر صاحب ثاني اعلى راوتر اي بي. طب في المثال بتاعنا دلوقتي مين البي دي ار؟ بالظبط 4 7 دول، هو ده البي دي ار. طب يا باشمهندس، طب لما ده بقى دي ار، ده الزعيم، وده البي دي ار نائب الزعيم، ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ دول بقى اسمهم حاجه اسمها كده دي ار اذر. عارف دي ار اذر يعني ايه؟ الدي ار واحد تاني. كنت افتكر مدرب كان شرح لنا قام مسميه دروسر. قلت له يعني ايه دروسر يا باشمهندس؟ قال لي يعني عامة شعب. ماشي؟ دروسر او دي ار اذر، وده النطق الصح، ان يبقى دي ار اذر يعني الدي ار واحد تاني، يبقى ده من عامة الشعب. يبقى الموضوع ده بتاع البي ام ايه، الرواتر اللي واصله على سويتش واحد بتلاقي فيهم زعيم، فيهم نائب زعيم وعامة شعب. طيب ثانية واحدة هندسة، دلوقتي انت بعد ما عملت القصة دي، انت عملت القصة دي ليه؟ عشان تتغلب على البرودكاست الستورم اللي بتحصل على السويتش دي ما بين الرواتر دي وبعضها، الستورم اللي بتحصل في المنطقة دي. طب حضرتك كده الستورم انت اتغلبت عليها؟ اه طبعا اتغلبت عليها. ليه؟ طب ايه اللي هيحصل يعني؟ لنتخيل، شوف بقى اللي هيحصل بقى. اي حد عايز يبلغ اي حد باي حاجه يروح يكلم الدي ار الاول. طب وبعدين الدي ار يبلغ الناس. طب هتكلم الدي ار على كام؟ بص بقى على الاي بي المالتي كاست 224.006. 224.00 كام؟ 6. ابعت للدي ار الاول. طبعا في نفس الوقت اللي بتبعت فيه للدي ار بتوصل للبي دي ار، بس البي دي ار ايه؟ ما بياخدش اي رد فعل ولا كانه هنا، هو عارف كل حاجه بس مدكن، خدت بالك؟ ما بيتكلمش. طب ايه لازمه البي دي ار؟ اول ما الدي ار يقع تلاقي هوب ده بقى مين؟ ده حل محل بقى الدي ار، يتحول البي دي ار الى دي ار. ماشي كده؟ طب انا عندي شبكه عايز ابلغها للناس، تقوم مبلغها للدي ار والبي دي ار على 224.006 زي ما احنا قلنا. طب مين اللي يبلغ عامه الشعب؟ واحد زي ده مين يبلغه؟ الدي ار بقى هو اللي يبلغه. يبلغه على كام؟ 224.005. طب في واحد تاني هنا عايز يبلغ الشبكات اللي عندي، يبلغ الدي ار والبي دي ار على 6، وبعد كده الدي ار يبلغ عامة الشعب، الدي ار اذر. زي بالظبط احنا دلوقتي يا جماعه، احنا بندي كورس دلوقتي واحنا مع بعض. لنفترض ان حد فيكم عايز يكلم حد تاني، حد من زمايله يعني، هيقوم يقول لي ايه؟ انا الدي ار بقى هنا دلوقتي، انا الزعيم. يا باشمهندس احمد، نعم يا عم،
اه والله انا عايز اكلم تامر. طب اتفضل يا تامر انت، او انا عايز ادي حاجه لتامر، تخيل مثلا ان احنا مع بعض يعني، تقوم انت مديهاني واقول لك ايه، اتفضل يا عم تامر الراجل ده باعت لك الحاجه دي، فانا ببقى وسيط ما بينكم. كذلك الدي ار، اي حد عايز يبلغ اي حاجه يبعتها للدي ار، والدي ار يبلغها لعامه الشعب او يبلغها لبقيه الناس التانيه. وبالتالي كده انت عملت كنترول للبرودكاست، محدش عد هيبعت برودكاستر. ماشي كده يا مغازي؟ او اتحكمت في البرودكاستر بتاعتك لغايه كده مفهوم؟ انا كنت متخيل من حد فيكم سؤال يكون حلو بصراحه، كنت متخيله مثلا من واحد زي المغازي هيقول لي هندسه استنى ثانيه واحده، انت قلت لي مثلا ده الدي ار وده البي دي ار، طب الراجل ده دي ار ازر عامة شعب وده دي ار ازر عامة شعب، طب حضرتك انت بتقول لي ده لما بيبعت للدي ار على 224 كام؟ 6 صح؟ طب ما هي لما بتطلع كده بتروح للسويتش. طب بالله عليك يا هندسه، السويتش انت كنت لسه قايل لنا من شويه ما بيفرقش ما بين البرودكاست والمالتي كاست، فالسويتش يعمل فيها ايه؟ تك تك تك. هقول لك صح، هتقول لي لا طب ما الستورم موجوده اهي يا باشا، انت كده عملت ايه يعني؟ هقول لك لا، هناك فرق. لما السويتش بيعدي المالتي كاست دي على انها برودكاست، مبعوثه من الاي بي كام؟ 6. طب ده عامة شعب، ده دي ار اذر، اول ما هتجيله هيبص في الاي بي ده راح لستة، ستة اللي ده راح للدي ار مش جايه لي انا، بس طبعا السويتش غبي بيعدي المالتي البرودكاست او بيعدي المالتي كاست كانها برودكاست. طب انت هتعمل ايه يا دي ار اذر يا عم شعب انت؟ هسكت، احط ايدي على بقي واسكت، ارد على مين؟ دي راح للدي ار يا حبيبي مش جايه لي، فاسكت. طب ما الدي ار بقى لما خد المعلومه ويجي يبعتها للراجل ده، ما هيبعتها له على 5 برضه هياخدها ويسكت، لان اللي بعتها له الدي ار. يعني في كلتا الحالات هيتم تصميم الاي او اس بتاع الراجل ده انه يسكت. معلومه جايه له على 6 مش هيستفيد بيها، هيرميها لانها دي راحه للدي ار مش جايه لنا. طب معلومه جايه على 5 ياخدها ويسجلها عنده وما يردش. فاهمني؟ عشان ما يعرفش الناس، عشان الستورم ما تحصلش، وبكده نبقى اتغلبنا على الستورم اللي بتحصل في المنطقه دي عن طريق ان بقى في دي ار في بي دي ار. دي ار وبي دي ار. طب ايه فايده البي دي ار؟ لما الدي ار يقع يتحول البي دي ار الى دي ار. طب سؤال يا جماعه، احنا بنقول لو الدي ار وقع يتحول البي دي ار الى دي ار. استنى كده عليا شوف مين اللي هيعرف يجاوبني على السؤال ده. ده الدي ار وده البي دي ار. الدي ار وقع يا اولادي، الكابل ده قطع، فيتحول هذا الرجل الى دي ار ويبدا يختار واحد من الاثنين دول يبقى البي دي ار بتاعه. لو قلنا ده مثلا 1 1 1 1 وده 2 2 2 2 هيبقى فين البي دي ار يا اولاد؟ طب حلوه تامر، افرض بقى راجل طيب ده رجع يشتغل تاني، خلينا امسحها بقى من هنا كده، امسح دي، ده كده يا حاج رجع اشتغل تاني، ايه اللي يحصل؟ مين اولى ان يبقى دي ار يا اولاد؟ ده قال لك لا خلاص حبيبي كده حصلت انتخابات واخترنا الدي ار واخترنا البي دي ار. صحيح انت تستحق تكون رئيس الجمهوريه يا ابو اسماعيل، بس خلاص بقى في رئيس جمهوريه وفي نائب ليه. طب يا ابو اسماعيل عايزينك تبقى رئيس جمهوريه، هنعمل ريستارت الاستويتش ده تمام عشان يحصل انتخابات من الاول تاني، فيبقى ترجع انت الدي ار ويرجع محمد مرسي هو البي دي ار والسيسي يخش السجن. ماشي فاهمين يا رجاله؟ مفهومه كده؟ يرجع ده تاني من عامة الشعب عشان تعمل تخلي يحصل انتخابات تاني، اعمل ريستارت للسويتش ده او اقف على الاربع رواتر واعمل كلير
اي بي اوس بي اف بروسيس، اعمل ريستارت للبروسيس كلها. مفهوم يا رجاله؟ الحمد لله تمام كده. تعال اما اديك رسمه كده نوضح فيها الدنيا شويه. بصوا يا رجاله، اما اجي اسالكم اللاب ده كله متروت بالاوس بي اف، حلو قوي. طب احنا عندنا كام توبولوجي هنا يا تامر؟ استنى بس عليا. الرسمه دي بتفكرك بايه؟ اسمها ايه التوبولوجي دي يا تامر؟ على فكره بقى معلومه كده، البص انقرض يا رجاله، مفيش حاجه اسمها بص. انا لما احب ارسم سويتش بعد كده، الناس بتوع الشبكات لما تبقى الرسومات كبيره بيستعيد عن السويتش او الهاب بيعمل كده. ما تقوليش ده بص، لا ده سويتش، ده كده سويتش، تمام كده؟ تمام؟ ماشي. طيب يعني اذا ده سويتش اهو. طب بالله عليك يا تموره كده، مش الرجاله دي كده تعتبر الديزاين ده بي ام ايه؟ برودكاست مالتي اكسس. طب والراوتر ده مع الراوتر ده الديزاين بتاعه اسمه ايه؟ الله عليك، بوينت 2 بوينت. طب والديزاين ده يبقى اسمه ايه؟ بي ام ايه؟ حلو قوي. طب انت عايز تقول ايه يا هندسه؟ انا عايز اقول يا راجل يا طيب ان الشبكه 10 وقعت. الراجل ده هيعرف ازاي ان الشبكه، خد بالك هم طبعا المفروض ان الشبكه 10 موجوده في الراوتنج تيبل بتاعت كل الراوتر لان الدنيا مستقره دلوقتي، بس الشبكه 10 تخيل انها وقعت. الراجل ده يعرف ازاي؟ او 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 الميكانيزم اللي الابديتس هتتبعت فيه عشان صاحبنا اللي تحت ده يعرف. اقول لك انا، لا تخيلنا ان طبعا طبعا ده بي ام اي، الديزاين اللي فوق ده ده بي ام اي، اكيد في دي ار وبي دي ار. لو تخيلنا ان ده الدي ار وده البي دي ار، يبقى ده يا تامر دي ار اذر، وده يا تامر دي ار اذر، يبقى ده دي ار اذر. كل دول عم شعب. طيب لما الشبكه 10 تقع، مين اول راوتر يعرف؟ اللي هو مين؟ اللي هو ده؟ هسميه لكم ايه مثلا؟ اللي هو ده؟ ولا دي ار؟ لا؟ يعني بالظبط كده، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يعني مثلا يا حبيبي لو كنت انت بتسالني، احنا دلوقتي ماشيين انا وانت، حلو؟ وقام واحد ضرب 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 علينا اي حاجه، ضربنا بطوبه ولا حاجه، طوبه جت في دماغي انا، مين اللي هيحس؟ اول واحد هيحس انا ولا انت؟ يعني انا هنضرب بالطوبه وانت تقول اي. بالظبط بالظبط كده. فاول واحد يحس اللي اتخبط. لو الشبكه 10 قطعت، راوتر ايه اول واحد يحس؟ تمام. طب وبعدين الراوتر ايه عايز يبلغ الناس؟ يا جماعه انا شبكه 10 وقعت، امسحوها من عندكم الراوتنج تيبل. طبعا ما عادش فيه بقى التبليغ بشكل عشوائي، هيقوم مبلغ مين؟ يبعت للدي ار والبي دي ار على الاي بي كام يا تامر؟ 224.0.0.6، يقول له ان الشبكه 10 وقعت. مين اللي ياخد رد الفعل بعد كده؟ الدي ار يبدا يبلغ عامه الشعب، يبلغ الواد ده اهو، ويروح يبلغ الواد ده اهو على 224.0.0.5. يا اولاد يا دي ار اذر، يا عم شعب الشبكه 10 وقعت، امسحوها من الراوتنج تيبل عندكم. حلو قوي. طب بعد ما الواد ده يعرف، الواد ده اصلا متوصل بالراجل اللي تحت منه بوينت تو بوينت، فيقوم باعت له على 224.0.0.5، يقول له يا كابتن اللي تحت امسح الشبكه 10 لانها وقعت، الدي ار هنا بلغني، فانا طبعا واجب عليا ان احنا متوصلين بوينت بوينت، واجب عليا ان ابلغك. فصاحبنا ده بعد ما يعرف، لو تخيلنا ان ده الدي ار برضه، فيقوم صاحبنا ده مبلغ الدي ار، يقول له على 6 224.0.0.6 دي ار، الشبكه 10 اللي جايه لي من فوق ديت وقعت، امسحها من عندك. يقوم الدي ار مبلغ عامه الشعب
اقول لهم يا اولاد طبعا على 224 0 0 كام؟ 5. امسح يا ابني الله يكرمك الشبكه 10 اللي عندك، الشبكه دي وقعت. طب الشبكه 10 رجعت وصلت، يقوم ده يبلغ الدي ار على 6، والدي ار يبلغ عامه الشعب، ده برضه بوينت بوينت يبلغه على 5، وده يبلغ الدي ار على 6، والدي ار يبلغ عامه الشعب على 5 ان الشبكه 10 انضافت تاني. فاهمني؟ شفت الميكانيزم بتاعها عامل ازاي؟ اي حد هيكلم الدي ار، اي حد بيبعت داتا على 6 يبقى انا بعتها للدي ار. طب 5 دي البوينت بوينت بيتكلم عليها، والدي ار لما يحب يبلغ عامه الشعب حاجه بيكلمهم عليها. ماشي كده؟ لا بيبلغوا على طول، احنا اتفقنا اي 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 حاجه تقع او تنضاف بتتبلغ ادجيسنسي، بحاجه مش ادجيسنسي بتطلع ادجيسنسي، حاجه اسمها تريجر ده ابديت، تريجر يعني لحظه في وقتها. طب ايه اللي بيتباع كل نص ساعه خالد؟ لو الدنيا مستقره ومفيش حاجه اتغيرت بنبعت ريفريشمنت كده كل نص ساعه. فاهمني؟ الهالو ده بتبيع كل 10 ثواني عشان ايه؟ انت شغال؟ شغال 100 100. حلو، انا بحافظ على علاقتي مع الراجل اللي جنبي اشوفه شغال 100 100. ها بالظبط. زي ايه؟ تخيل ان انا وانت كده اتنين فرد امن موجودين في قاعه. انا عايز اعبر لك عنها. انا اهو ادي قاعه، ايه قاعه مؤتمرات، وانا واقف هنا اهو وحاطط بقى ايه، خد بالك، سماعات بقى في وداني كده عم خالد والطبنجه في جيبي، وانت كذلك برضو هنا برضو واقف سماعات في ودانك والطبنجه في جيبك. المفروض ان انا بدخل من عندي ناس وانت كمان بتدخل من عندك ناس، وطبعا السماعات ما بيننا عشان القاعه كبيره، عشان اعرف اتواصل معاك عن طريق المايك والسماعات دول. فالمهم عم خالد، ساعة ما بحد بيجي يدخل بقوم انا خلود، فلان دخل، حد بيجي يدخل عندك ابو حميد فلان دخل، حلو بسجل انا عندي. حلو، افرض قعدنا نص ساعة محدش لا دخل ولا طلع، بقوم بعت لك انا رسالة بقول لك يا خالد على فكرة انا دخل من عندي 10 اشخاص، 1 2 3 4 5 6 بعد نص ساعة تأكيد. على فكرة دي رسالة تأكيدية. طب ما انت هترد، طب ما انا عارف يا ابني، ما انت بعتهم لي، كان كل ما كان كل واحد بيجي يدخل كنت بتقول لي عليه، وانت كذلك بتقول لي بعد نص ساعه، ده اذا ما حصلش تغيير. بعد نص ساعه يا عم احمد اللي دخل عندي كذا وكذا 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 وكذا، يا خالد طب ما انا عارف، ما انت قايل لي يا ابني عليه. بعد ما اتبعت الريفريشمنت ده، عشان كده بيسموه ريفريشمنت. يعني ايه ريفريشمنت؟ يعني حاجه كده على الماشي، يعني هي احنا متاكدين ان مفيش تغيير حصل. بعد كده بعد الريفريشمنت ده ب 10 دقايق جه واحد دخل، قمت انت هوب قال لك سجل عندك محمد ابراهيم دخل، اهو مسجله عندي، دخل عندي بعد كده واحد خالد خد بالك، علي جمعه دخل، معلش علي جمعه الله يكرمك، علي خميس دخل، خدت بالك؟ فبيبدا الابديت بيبقى لحظي. فاهمني يا خلود؟ كل ده لا كل ده اذا كانت الشبكه بوينت تو بوينت يبقى عن طريق الديزاين بتاع البوينت تو بوينت، اما اذا كانت التوبولوجي بتاعتك بالمنظر ده البي ام اي يبقى عن طريق الدي ار، ببلغ الدي ار والدي ار يبلغ الناس. فاهمني؟ البوينت تو بوينت على طول بقى، احنا مش محتاجين دي ار، خد يا عم كلموا بعض على طول مباشر، مش محتاجين وسيط. ماشي كده؟ ايه تاني؟ اخر حاجة قبل ما نعمل اللاب، اخر حاجة اوضحها لك بالنسبة للهلو انترفال. كتكوت عمال بقول لكم هلو اهو. ايه بقى قصة الهلو؟ احنا اتفقنا ان الراوتر
متوصل براوتر سواء بورت ايثرنت او سيريال، بيبعت هلو كل كام ثانية يا ولاد؟ كل 10 ثواني. والديد انترفال كام؟ 4 في الهلو، يعني 4 في 10 بكام يا عم خالد؟ ب 40 سكند. حلو الكلام؟ والهلو انترفال بيتبعت برضو كل 30 ثانية. امتى يا ابني ده؟ ده في شبكات النون برودكاست مالتي اكسس في الام بي ام اي. دي زي ايه يا راجل؟ طيب في شبكات الفريم ريلي، في شبكات الام بي ليس. ازاي يعني؟ هتاخدها ان شاء الله، احنا هناخد الحصه الجايه الاوس بي اف اوفر الفريم ريلي. تخيل معايا، دي راوتر اهو واصل بشبكه ام بي ليس او فريم ريلي، وادي راوتر تاني هنا اهو، وادي راوتر تاني هنا. الفكره كلها ان ده بعيد عن ده، يعني هي الفكره كلها مش جنب بعض. فيقوم يعمل ايه؟ يقول لك خلاص يا عم شبكات الفريم ريلي والام بي ال اس الدنيا هنا، بس بيعدي هنا على مجموعه راوتر ممكن يحصل تقل. فخلاص انا في الحاله دي هخلي الهلو انترفال بتاعي او الهلو يتبعت كل 30 ثانيه عشان وارد ان يحصل عطله هنا. فيقوم الراجل ده يرد عليا برضه لما تجي له الهلو يرد عليا. طب الديد انترفال في الحاله دي لما تكون الهلو ب 30 ثانيه دلوقتي، كل 30 ثانيه بتبعت هلو، يبقى الديد انترفل في الحاله دي كام يا تامر؟ كام يا تامر؟ 120. خلاص؟ يبقى اذا الهلو انترفل بالنسبه للاوس بي اف الطبيعي ان يبقى كل 10 ثواني، اما لو شبكات البي ام اي الام بي ام اي النون برودكاست مالتي اكسس زي شبكات فريم ريلي زي شبكات ام بي ال اس بيبعتها كل 30 سكند. ماشي الكلام يا رجاله؟ كلام جميل. تعالوا بقى نخش على اللاب. انا عارف انك طموره يعني منتظره بفارغ الصبر. معلش انا يعني ايه، للامانه العلميه يعني الواحد لازم يديلك الكورس يعني ممكن الواحد كده ايه يعدي حاجات، بس صراحه يعني ايه لازم، دي حاجات مهمه لازم ما اعديهاش، وان كانت نظري وان كانت برضو انت مش هتستخدمها في الشغل العملي بتاعك، بس يعني معلومات حلوه. نيجي بقى على الكلام اللي الحلو بقى، الكلام اللي بجد. شغل اللاب يا عمي. ايه اخبار البروسيسور؟ ما شاء الله جميل تحفه. اللي بيسحب البروسيسور عندي برنامج التسجيل لوحده بياخد له بتاع 40% ولا حاجه. طب حلو كده كده برضه جميل. تعالى بقى يا عم تامر انا اروت بقى بالاوس بي اف كده الاول. كلام بقى بيتهيألي كلكم يعني، طبعا انت لو تلاحظ معايا هنا ان راوتر 4 عنده مجموعه شبكات 20.1.1 1.2.1.3 ودي كلها شبكات لوب باك. يعني هات لي راوتر واحد كده او راوتر 4 اقول له كونف تي راوتر اوس بي اف 1 نتورك. بص انا ممكن اجيب الشبكات 20 كلها تامر اخبطها خطه واحده، بدل ما اديله دي ودي ودي اقول له بص 20.1.0.0.0.0 255 اريا. هو في اريا كام ده؟ اريا 20. حلو، لان لاحظ ده كده احنا شغالين في اريا 20 وراوتر 4 يقع بالكامل جوه اريا 20. طب لسه الشبكة دي. طيب حلو قوي، أقول له نتورك. أنا ممكن أديله أي بي الإنترفيس ده وأريح دماغي يعني 10.1.20.2 وأقول له 4 أصفار أريا 20. حلو قوي كده، أنا خلصت من راوتر 4 وأجي على راوتر 2 اللي هو الـ ABR بقى، ركز معاه بقى عشان ده راجل محترم. أقول له راوتر أوس بي إف 1 ونتورك كام يا رجاله؟ 10.1.20.1 اي بي الانترفيس ده 10.1.20.1 و 0000 اريا. استنى بقى، دي اريا كام دي؟ دي اريا كام؟ اريا 20. الرجل دي في اريا 20. اريا 20 المفروض يتبعت ابديت من الراوتر اللي تحت. تمام كده، كده يدل على ان انا شغلي زي الفل. حلو قوي. واقول له لسه النتورك اللي هنا اللي فوق دي 10.1، اقول له نتورك 10.1.1.2
زيرو 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 اريا، لا دي بقى اريا زيرو. حلو قوي. لسه مين؟ لسه مين؟ لسه مين؟ لسه راوتر، راوتر واحد. نيجي على راوتر واحد نشغل عليه الاوز بي اف، قول له راوتر اوز بي اف 1، وتقول له نتورك يا رجاله. تلاقي راوتر واحد عنده، استنى بقى عليا، الشبكه اللي فوق دي في الريب دومين، الشبكه اللي تحت دي في الاوز بي اف دومين. لا انا عايزين الاوز بي اف 10.1.1.1.0000 اريا 0. المفروض يجي لي ابديت من راوتر 2. انا مستني، انا مهلك، ولو ما جاش ابديت يبقى في مشكله، العمليه طولت. طب استنى كده، شو اي بي اوس بي اف نيبر اتنين اهو يا عم، مية مية اهو. انت لسه فاكر تبعت الابديت؟ كتر خيرك يا سيدي والله. ونيجي على راوتر تلاتة، ونقول له راوتر اوس بي اف 1 نتورك عشرة دوت وان دوت تلاتين دوت وان زيرو 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 اريا 30، اللي هي الانترفيس اللي تحت. ولسه بقى الانترفيس دي اقول له نتورك 10.1.1.3 زيرو 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 اريا 0. المفروض يجي لي اتنين ابديت من راوتر اتنين وراوتر واحد. فعلا ابديت من نيبور 1111 وابديت من نيبور 2222. لو تلاحظوا يا جماعه ان انا وانا بظبط اللاب عملت لوب باكات هنا، يعني جيت على راوتر 2 لو تفتكر، لو تشوف معايا كده قلت له شو اي بي انترفيس بريف، بصوا كده يا رجاله، عملت انترفيس لوب باك 10 وحطيت عليه الاي بي 2222، وجيت برضه على راوتر 1 انترفيس لوب باك 10 1111 انترفيس لوب باك 10 3333 انترفيس لوب باك 10 5555 انترفيس لوب باك 10 4444. فاهمين؟ عشان الابديت يجي لي من ايه؟ بالاي بي بتاع مين؟ بتاع اللوب باك اللي هو الاي بي المميز الجميل ده. طيب نيجي على راوتر 5 اهو، راوتر 5 راوتر اوس بي اف 1 نتورك 30.1.0.0.0 255 اريا كام يا رجاله؟ اريا 30. كلام جميل. ده بالنسبه للراوتر 5 نتورك 10.1.30.2 0 0 0 0 صح كده؟ اريا كام؟ 30 برضه. المفروض يجي لي ابديت دلوقتي من راوتر 3. الله ينور، الله ينور. لغايه دلوقتي هندسه في حاجه ناقصه. ايه يا حاج؟ الراوتر واحد ده المفروض شغال عليه الريب، وراوتر 6 ده المفروض شغال عليه الريب. يا عم تعالى شغلهم، تعالى شغلهم، هنوجع دماغنا ليه؟ ادي راوتر واحد اهو، قول له راوتر ريب، خليه فيرجن 2 طبعا، فيرجن 2 نو تو سامري. ونتورك كان بقى الشبكه 192.168.1.0 زي الفل. وراوتر 6 راوتر ريب فيرجن 2 نو تو سامري نتورك كام يا رجاله؟ 192.168.1.0 ونتورك 172 دوت اسف 70 70 دوت 0 دوت 0 دوت 0. طبعا الريب انت بتديله الشبكه بتاعت الكلاس A، يعني تقول لي طب ما الشبكات 70 معمول لها سبنيتنج هنا 70 1 1 70 1 2 70 1 3، بس الشبكه 70 اصلا
هي كلاس ايه. فانا بالنسبه للريب، الريب ما بيعرفش حاجه اسمها ماسك وسبنت ماسك وايلد كارد ماسك، قول له شوف اي شبكه حواليك بقى ب 70 وخلاص كده، خلاص خلص يعني. وبالتالي انت لو رجعت على راوتر واحد دلوقتي هتلاقيه شايف ايه يا رجاله؟ لو قلت له شو اي بي راوت راوتر واحد هتلاقيه شايف ايه؟ هتلاقيه شايف شبكات الاوس بي اف كلها، وتلاقيه شايف شبكات بالريب. بص كده الله عليك الله عليك، شايف الشبكات 70.1.2 70.1.1 70.1.3 بالريب، اللي الادمن ديستنس بتاعته ب 120، اللي عن طريق وان هوب بينط نط عشان يوصل للشبكات دي، وشايف بقيه الشبكات الثانيه اوس بي اف. طب سؤال يا جماعه، ايه الفرق بين حاجه او بس واو اي اي؟ حد يعرف؟ الله عليك. او بس لو ظهرت حاجه او بس، اعرف ان هي في نفس الاريا معاك، يعني الشبكه دي في نفس الاريا اللي انت فيها يا راوتر. طب اي اي، اي اختصار لانتر اريا، انتر اريا يعني دخلالك من اريا ثانيه، يعني الشبكه 20.1.1.1 دي اهي 20.1.1 20.1.2 20.1.3 يا راوتر واحد، دي جايه لك من اريا 20 اهي، جايه لك من اريا 20 اهي، ماشي الكلام؟ طيب كنت عايز اقول ايه تاني؟ كنت عايز اقول حاجه مهمه، استنى عليا. لو تلاحظ معايا ان راوتر واحد شايف الشبكات 20، ركز معايا كده، سلاش كام يا ولاد؟ سلاش كام؟ سلاش 32. ويقول لك انا شايف 20.1.1.1، قال لا المفروض تشوف 20.1.1.0 20.1.2.1، قال لا المفروض تبقى 20.1.2.0. ايه يا عم في ايه؟ طب ارجع على راوتر اربعه كده، معلش الله يبارك لك، وقول له شو رن، معلش يعني انا كاتب، انا كاتب الماسك ازاي؟ تعال اللوب باك واحد واثنين وثلاثه دول. قال لا اهو 20.1.1.1 والماسك كده، الصوت بيقطع عندكم كلكم يا رجاله، في تقطيع في الصوت؟ معلش ال 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 البروسيسور فيه البروسيسور عالي قوي. طيب احنا نحاول نقفل التليفون ده. ان شاء الله الصوت هيظبط معاك دلوقتي. ملاحظين معايا يا رجاله انه 20.1.1.1 والماسك 255 255 0، يعني الماسك سلاش كام؟ 24. طب امال ليه هو على راوتر واحد شايفها سلاش 32؟ حد عنده تفسير؟ حد عنده تفسير يا رجاله؟ هقول السؤال تاني، الاي بيهات دي 20.1.1.1 الشبكات دي انا مدخلها بالماسك سلاش 24، انا مدخلها بماسك سلاش 24. طب ثانيه واحده خليكم معايا، ماشي يا رجاله. السؤال بتاعي يا عم تامر ان انا بقول لك ايه، في تقطيع ولا حاجه كده سامعني؟ طيب ثانيه واحده برضه اشوف الدنيا ايه، ايه اللي معلي البروسيسور كده. الصوت كويس يا رجاله؟ 20 وانا حاطط الماسك سلاش 20 2 لما بيعتمد ان هي الماسك بتاع ماما
بيعمل ده مكان كده الماسك بتاع سلاش 32 اصلها لوك باك مفيش غيرها فبيبعتها بماسك سلاش 32. طب انا لو عايزه ما يبعتهاش بماسك سلاش 32 ويبعتها بماسك زي ما انا كاتبه تعمل عليه الحركه دي، تدخل على راوتر 4 تقول له استنى يا عم، قول له انترفيس لوب باك 1 اي بي اس بي اف نتورك، وتقول له بوينت تو بوينت. الانترفيس ده وكانك بتقول له الانترفيس ده انترفيس سيريال، يعني شغله كانه انترفيس سيريال بوينت تو بوينت. وتعالى على الانترفيس الثاني اللي هو لوب باك 2 ونفس الكوماند، ولوب باك 3 نفس الكوماند، وراوتر 2 او اي حاجه قول له شو اي بي راوتر. هل هيفضل الماسك 32؟ ايه رايك؟ ملاحظ ان الشبكه دي اتحولت ل 24 بي راوتر تاني كده بتاع الشبكه 20 يعني انترفيس كأنك بتقول له ده انترفيس بوينت تو بوينت. فاكر الرسم؟ فاكر دي؟ هو البورت ده بنقول له ايه؟ ده بوينت، ده انتوا ده بنسميه بوينت. طب اللوب باك، انا عندي فتحه لوب باك وهميه ببعت الماسك بتاع سلاش 32. طب انا لو دخلت قلت لك معلش اضحك عليك واقول لك ان هي بوينت تو بوينت، لا خلاص يبقى في الحاله ده ابعت الماسك بتاعها زي ما هو حاجه كده احترمك، الراوتر يقول لك احترمك ابعت الماسك بتاعها زي ما هو ماشي. فانترفيس لوب باك 1 انترفيس لوب باك 2 بوينت تو بوينت، لوب باك 3 بوينت تو بوينت 100 100. لو جيت برضو رجعت على راوتر 1 وقلت له وريني يا عم الشبكات اللي عندك شويه فير اوت، ايه الاخبار يا حاج؟ الله كمان خلاص وريني يا سيدي تمام. انا بتاعي الراوتنج دي معلومه كده ليك انت دي بس هتستفيد، لا مش هتستفيد، انا النكته هنا في الشبكه دي هبنج على من غير 20 1 1 1. بس في واحد يسالني يا باشمهندس ده الماسك هنا 24، الماسك هنا 24، انت حضرتك عامله ظهر ايه اللي ناقص دلوقتي في اللاب بتاعنا يا خالد؟ اللي ناقص في اللاب بتاعنا طبعا كلها المفروض هيتشافوا ببعضها يا خالد. يعني لو وقفت على راوتر 4 ده وقلت له يا عم بص انا هبنج على 30.1.1.1 ايه الاخبار؟ 100 100. طب واحد يقول لي يا باشمهندس هو انت لما بتبنج من راوتر 4 على 30.1.1.1 البنج بيخرج منين؟ بيخرج من الانترفيس ده باي بي، هو بيبقى الاي بي بتاع السورس بتاعي 10.1.20.2. طب انتوا تعرفوا يا رجاله ان انا ممكن ابنج من راوتر 4 بالاي بي بتاع 20.1.1.1؟ عارف تعمل ازاي؟ قول له بنج يا عم على الراجل ده بس قول له السورس خرج البنج من الانترفيس او بالاي بي 20.1.1.1 100 100 برضه. يبقى اذا الشبكه اللي هنا يعني لو في جهاز في الشبكه دي هيشوف الجهاز اللي في الشبكه دي. الدنيا تمام فعلا، راوتر 4 دلوقتي لو عمل شو اي بي راوت شايف الشبكات 30 كلها. زي الفل، شايف الشبكات 30.
طب استنى عليا بس، استنى قبل السمرايزيشن وقبل الحوار ده كله حاج احمد، قبل الكلام ده كله يا عم الحاج، ليه راوتر 4 مش شايف الشبكات 70؟ هتلاقي راوتر واحد بس هو اللي شايف الناس دي بالرب وشايف الناس. طب يا باشمهندس انا دلوقتي عايز ابعت الشبكات اللي هنا راوتر واحد، خليني كده اقول لك ايه اللي مربوط مع الناس دي كده بالرب. مربوط مع الناس دي بالاسم، ده كده اسفل. طب انا عايز رأي ايه؟ يبعت الشبكات اللي هو شايفها بالغرف للناس الحلوة دي، فالناس ده هي تشوف الشبكات اللي جوه هنا بالرب. يعني لو في شبكة هنا مثلا 20.0.0.0 الراوتر ده كده هنا يشوف الشبكة 20.0.0.0 وبس يشوفها بيها رجالة، هو ما فيش بروتوكول شغال عليه غير فيشوفها بالرب. ماشي كده يا خالد؟ طب لو في شبكه هنا وليكن 70، الشبكات 70.0.0.0، هتقوم الشبكات 70 الراوتر ده ياخدها ويبعتها للناس ده بس بالاوز بي اف، فالناس دي تشوف الشبكات 70 ويكتب لك جنبها انا شايفها بالاوز بي اف. ده اللي انا عايز اعمله، بس هتعمله ازاي؟ اتفضل. طبعا الراوتر واحد شايف راوتر 6 شايف الشبكات 70، اوريك ادي راوتر واحد اهو. لو انت عملت شوف احنا عملنا شو اي بي راوت شايف الشبكات 70 زي الفل. بس هل راوتر 4، السؤال يا تامر، هل راوتر 4 يعرف يبنج على 70.1.1.1؟ لا طبعا مش شايفه بالظبط. مش شايفه. طب انا عايز اخلي، لان طبعا في الراوتنج تيبل اصلا مفيش 70. طب انا عايز اخلي راوتر 4 يشوف 70 الزرقاء دي كلها، وقام حاططها جوه صندوق، وقام كاتب على الصندوق ده اوس بي اف، وقام بعته مبصيل الناس اللي هنا دي، فاهمني؟ يبقى يلم الشبكات اللي فوق دي كلها اللي هي 192 واحد و70 ويكتب عليها اوس بي اف، ويقوم باعتها للناس دي بالاوس بي اف. وفي نفس راوتر 6 وقلت عليه شو اي بي راوت، مش شايف شوف غيرهم بالدايركت كونكتد كمان، لانه الشبكات اللي شايفها دايركت كونكتد او اللي شايفها بالريب شايفها دايركت كونكتد، واحنا عارفين ان الادمن ديستنس بتاع الدايركت كونكتد زيرو فافضل من الريب طبعا. طب ليه الاوتر 6 مش شايف الشبكات 20 ولا 10 ولا مش شايف الناس دي ليه؟ طب انت عايزهم يشوفوا، هتخلي راوتر واحد اللي هو شغال في الاثنين يلم الشبكات اللي في المنطقة الصفراء دي كلها ويحطها جوه كرتونة ويكتب عليها رب ومصير الناس اللي فوق دي. ايه اللي انا شرحته ده؟ دي حاجة اسمها ريديستريبيوشن. ريديستريبيوشن اعاده التوزيع، ازاي اخد الشبكات اللي جوه الريب دومين دي واعيد صياغتها واحولها لشبكات اوس بي اف وابعتها للناس اللي تحت دي، عشان الناس اللي تحت دي ما بتفهمش الا اوس بي اف، فخليهم يشوفوها بالاوس بي اف. واخد الشبكات اللي جوه الاوس بي اف دومين ده احولها لشبكات ريب وابعتها للناس اللي بتشوف بالريب، لان الناس دي اصلا ما ينفعش تشوف الا بالريب، فحولها لشبكات ريب وابعتها لهم. فاهمين حاجه؟ الدرس ده له حصه، يحس بالتفصيل اللي هو الريديستريبيوشن، وانا بتهيألي يمكن اتكلمت عنه قبل كده كذا مره او مره. فاجي على راوتر واحد واعمل ايه يا تامر؟ استنى عليا بقى، انت
اللي في المنطقه الزرقاء للعيال الصفراويين اللي تحت دول عشان يشوفوها بالاس بي اف، يشوفوا الصفرة بالاس بي اف. اقول له يا عم راوتر فوان بيع الشات اللي انت شايفها بالرب سبميت اشرح بالتفصيل يعني ايه صفر، بس مؤقتا لو انت قدر ما بعت الماسك بتاعك فبوش هتلاقي الشبكة 70 دي بي كلاس ايه هيتباعت 70.000/8 هتتباعت. لا يا عم ده في عصاب ميكس يعني في سبميتنج انت عامل، طب عشان اهتم للسبميتنج اللي انت عامل بكتب سبميتس شوف لما اعمل كده وشوفوا كده فعلا لسه اصبر شوية عم غضيت البيت. ايوه اتبعت اهو 70.1 70.13 70.11 70.12 و192.162.1. بس ايه يا باشمهندس ده مكتوب اس بي اف وجنبها اي. طب اتنين ديت ان شاء الله اوضح قدام. طب ايه دي يا باشمهندس؟ ايه اختصار لاكسترنال؟ اصل الاس بي اف ذكي يا اولاد، بيعرف يميز اذا كانت الشبكه معاه في نفس الدومين فيكتب لك جنبها او بس، اسف في نفس الاريا فيكتب لك عليها او بس. طب لو جايه من اريا تانية، الشبكه دي جايه من اريا تانية زي الشبكه دي، يكتب لك او اي اي يعني انتر اريا جايه من اريا تانية. طب لو جايه من دومين تاني خارجي سواء كان ريب او اي اي جي ار بي يقول لك دي انا شايفها بالاس بي اف بس الشبكه دي اكسترنال جايه من بره. ايه الحلاوه دي يا اس بي اف؟ ده انت برنس يا ابني والله. حلو. طب لغايه دلوقتي راوتر 6، راوتر 6 لو بقى شايف ان دلوقتي الانج 70.1.1 بس ما بيرجعش. واكتب عادي رب وابعتها بالرب للناس ده فالناس دي تشوف الشبكات الصفرة دي بالرب ازاي؟ وقف على راوتر وتقول له ريديستريبيوت الشبكات اللي انت شايفها من الاس بي اف ابعتها جوه صندوق ريب او ابعتها بالريب اب بيت الاس بي اف. الشبكات اللي انت شايفها من الاس بي اف ابعتها كراوتر 6 اس بي اف 1 واضغط انتر. تعال اجري كده على راوتر 6 لو عملنا شو اي بي راوت يا ترى يا ولاد مش شايفها ليه؟ ليه مش شايف؟ اقول لك انا ليه مش شايف. طب ما احنا عملنا كده في بيت فلغل. طب الرب ما اشتغلش ليه؟ اقول لك انا، لان الرب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لان الرب والاي اي جي ار بي، الرب والاي اي جي ار بي فيهم مشكله. لما تيجي شبكات من بره من الاس بي اف دومين ويجي صاحبنا ده يعمل لها ريديستريبيوت بيدخلها يا اولاد بمتريك ما لا نهايه. بيدخلها بمتريك كام؟ ما لا نهايه. صح؟ ايه ده يا عم؟ ما انت لاحظت حاجه مهمه جدا. الشبكات ديت اللي هي جوه الاس بي اف دومين صاحبنا ده شايفها بالاس بي اف متريك اللي هو 10 اس 8 على الباندويتس لها قانون. طب لما تيجي تبعتها كده جوه الريب، الريب يا عم بيحسب عدد النطاط، ما يمشيش معاه القانون ده. يبقى لازم تحول الشبكات اللي جات لك دي تبعتها بمتريك الريب يفهمهم. طب انا عملت ريديستريبيوت فاتبعتت بماله نهايه. لا يا عم، الريب المتريك اقصى حاجه فيه 15. قول له ريديستريبيوت واكتبها مثلا متريك 7 6 كده يفهمها كده تتبعت بدل ما هي مالها نهايه ما حدش هيشوفها. فانت واحد تقول له ريديستريبيوت
الاصب اف واحد، واستنى كده في كلمه مترك ولا حاجه، مترك ويكون 7. وتعالى اتفرج كده على راوتر 6، شوفوا شاف الشبكات اللي تحت كده، شو اي بي راوت يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ملاحظين يا جماعه انه شاف الشبكات 20 1 1 1 و30 1 2 30، شافهم كلهم بالايه؟ باشمهندس هو باشمن ايه، ما كتبش جنبها اي اكس ولا اي زي ما الاصبع اف بيعمل. لو انت يا عم تامر هتجيب الرب للاصبع اف ده، الرب ده غبي، ده احنا نحمد ربنا ان هو شافهم رب، نحمد ربنا ان هو شافهم بالرب. ملاحظ ده تموره المتر كام؟ استنى متر 7 اللي انا وانا عند راوتر واحد ماشي الكلام. هل دلوقتي راوتر 4 يقدر يبين 1 1 1؟ 100 100 100 100. ولو قلت له ابعتها من السورس انترفيس 20، فاضل حاجتين يا او حاجتين فاضل حاجه واحده في اللاب ده، انا مش عاجبني ال كان باجي اعمل شويه بيراوت راوتنج تيبل كبير قوي، ثلاث شبكات دول والشبكات، طب الشبكات 10، استنى 10 منتشره هنا وهنا وهنا، ما ينفعش تعمل لها سمريشن. الشبكات 20 ينفع يتعمل لها، الشبكات دي ينفع يتعمل لها السنري. ممكن اجي عليها ومستنى عليها ومخلص دي ومراوتر اختفى وانا راجل طيب اريا 20 رينج ايباد اللي فيها، عايزين نعمل سمري ليه، وبنكتب بعدها تقريبا الماسك 55 55 00. بس كده. على فكرة السمري اللي انا عامله ده تاني ضعيف، لان فيه مشتركات في الخانة التالتة دي. لو مسكت انت بقى ورقة وقال اي جي ار بي وعملنا سامري كما يجب ان يكون، بس انا عملت عايز الاي بي ار يبعت ابديتس للاريا دي والاريا دي، يقول لهم ايه ان الشبكه 20 رينج الاي بيهات اللي فيها تقوم في على راوتر ايرور اللي هو هنا ده 1 1 شيف والماسك 255 55 00 زي الفل. اجري على راوتر 4 اللي كان شايف 3 شبكات 30، هتلاقيه شايف شبكة واحدة. الله عليك. شبكة واحدة تمام. طبعا صاحبنا ده بقى راوتر 6 اكيد دلوقتي كمان شايف سمري بتاع 30 و20. اجري على راوتر 6 كده شو اي بي راوت، المفروض ان هو دلوقتي هو كمان شايف السمري. طيب الله عليك خف كمان، هو كمان اهو 20 و30. فين 30؟ هندسه المفروض في شبكات من بره، الشبكات 70 دي. طب ما ينفع راوتر واحد بدل ما يبعت 70 1 1 70 1 2 70 1 3؟ طب وتقول له ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول ريا ها مغازي بالظبط، قول له راوتر اس بي اف
هم موجودين جوه الريب اصلا، فما ينفعش نقول له هم مش في اريا اصلا. بس لو عايز تعمل لهم سامري هتقول له كلمه سامري ادرس الشبكه 70.1.0.0 والماسك بتاعها بنكتب وراها ماسك برضه 255255. يبقى انت كده عملت سمرايزيشن للناس اللي في الدومين التاني، عملتها سمرايزيشن جوه الـ. لو جيت على راوتر 4 شو اي بي راوت، ايه اخبار الشبكات 70؟ بقت شبكه واحده يا حبيبي، شبكه واحده الله ينور، ماشي كده، ماشي الكلام كده. انا عملت اللاب وعملت سمرايزيشن على قد ما اقدر. اللاب ده اللي كان عندك فيه شو المشي دي عايزك تعمله، ونتقابل حاجة بقى. اللاب ده مش هنسيبه، ده اللاب ده لسه فيه شغل كتير قوي، لذلك انا مسجله عندي ومروته. هنبدأ، ماشي يا رجالة؟ اي اسئلة؟ اتفضل ساعة كبيرة، اتفضل. نديله لوب باك 4-4-4 صحيح. شغال. السؤال بتاع تامر، تامر كان سالني سؤال جامد جدا، بقول له يا باشمهندس، انا قلت لك اجاوبك عليه وانا اللي نسيت. شغال. طبعا الراوتر 4 يا عم تامر، لو انت قلت له شو اي بي اوس بي اف انترفيس، الراوتر اي دي كام يا اولاد؟ 20.1.3.1. طب ليه كده يا باشمهندس؟ ده انا عامل له انترفيس لوب باك اللي هو شو اي بي انترفيس بريف، عامل له والله يا باشمهندس انترفيس لوب باك 10 وخليه 4-4-4 عشان هو يبقى الراوتر اي دي بتاعه. ولانك يا هندسه اكبر من لوب باك 4 فعشان كده بقى الراوتر اي دي مين؟ اكبر واحد فيهم. بس انا هندسه عايز اللوب باك بتاعه يبقى 4-4-4-4 بعد اذنك. ما تعرفش؟ هقول لك في الحاله دي ان انا هكتف الراوتر وهجبره. عارف انت تامر لما تيجي اقول لك تعدي على كده ما تغدى، اتفضل يا عم تامر غدى معايا. لا والله ده انا شبعان يا عم. ماشي بس اقعد غدى معايا. لا انا شبعان، هي قفلت معانا عايز اغديك يا عم. اقعد. لا شكرا يا سيدي. لا شكرا. هم ايه مربطك ومقعدك على الكرسي؟ افتح بقك، هم حاطط لك الاكل بقى، افتح. فاهمني؟ هو ده اللي انا هعمله مع راوتر 4 بالظبط. يا عم انا عايز اللوب باك يبقى 4-4-4-4 ده، يبقى هو ده الراوتر اي دي يا حبيبي. ما في لوب باك تاني الاي بي بتاعه اكبر، هو الاولى. طب انا بقى غصب عنك يا راوتر 4 هخلي بقى الراوتر اي دي بتاعك 4-4-4-4 وهنشوف. يعني انت هتوريني ازاي؟ اهو كونفي تي، قول له راوتر نتورك ايه، ثانية واحدة، قول له راوتر اي دي 4-4-4-4. الله عليك، غصب عنك الراوتر اي دي بتاعك يبقى 4-4-4-4. حتى الراجل قال لك ايه، معلش يا تعمل ريلود للراوتر يا تكتب كلير اي بي او سبيس بروسيس عشان نعتمد القيمه الجديده. يا عم هعمل لك كلير يا عم، هي فين؟ تاخدها كده كوبي عشان يعمل ريستارت اللوز بيف، يعمل له بس دو بقى لان الكوماند ده يس. وتعالى اتفرج يا عم تامر بعد ما يعمل كلير القيمه الجديده هتبقى ايه. نفس القصه في راوتر 4 راوتر 5، راوتر 30-1-3-1 هاجي على راوتر 5 برضو واجبره، اقول له انت غصب عنك كونفتين راوتر اوس بي اف 1
راوتر اي دي بتاعك يا راجل يا طيب 5555. ما تزعلش يا عم، كلير اي بي اوس اف بروسيس يس. يلا يا سيدي بالسلامة. تعالى بقى راوتر 4 زمانه عمل كلير والدنيا بقت تمام كده. قول له شو اي بي اوس اف انترفيس كده. ايه رايك يا تموره؟ ايه رايك؟ طيب واحد تاني يقول لي بص يا هندسه، لا في نقطه بقى، عشان بس يبقى انت كده يبقى الدنيا زي الفل معانا. انا عايز يا باشمهندس ابنج على 5555 يرد عليا الراوتر اي دي. انا عايز الراوتر اي دي يرد عليا. يبقى كان واجب عليك وانت بتروت تدخل الراوتر، قول له كونف دي راوتر اوس بي اف 1000 اريا كام؟ 20 عشان وخمسة خمسة برضو. تعمل بقى كده وتقول له لو بنيت على 5555 يرد عليا. ايوه مية يعني ده مش كده وبس، ده انا بس كده اقدر كمان اعمل تلت من عندي 5555. تعمل حاجة؟ ها؟ الله ينور الرجال. انا طب اللاب ده مهم جدا ماشي. حد له اسئلة قبل ما نوقف التسجيل؟ اتفضل يا عم خالد. تمام. اوتونوماس سيستم باوندري راوتر بتقول ايه؟ بتقول ايه يا خالد؟ راوتر واحد انت مش فاهم، انت عايز تقول ايه الفرق بين اوتونوماس سيستم باوندري راوتر وايه؟ اي بي ار اريا بوردر راوتر، راوتر 2 راوتر 3 اس بي ار. اوتونوماس سيستم باوندري راوتر. بص اقول لك على حاجه، راوتر 2 اي بي ار. طب ليه؟ لانه رابط ما بين اثنين ارياز في الاوس بي اف دومين. يعني هتلاقي هنا اوس بي اف وهنا اوس بي اف، بس دي اريا ودي اريا ثانيه. طب راوتر واحد بيبقى عنده رجل في اوس بي اف في اي اريا في الاوس بي اف، يعني اريا 0 اريا 1 اريا، والرجل الثانيه في دومين ثاني في اوتونوماس سيستم ثاني متراوب بالريب، متراوب بالاي اي جي ار بي. فعشان كده بنقول عليه اي اس بي ار اوتونوماس سيستم باوندري راوتر. هو راوتر يربط ما بين اثنين اوتونوماس سيستم، اوتونوماس سيستم فيهم ريب واوتونوماس سيستم فيهم اوس بي اف. ماشي. ها واضحة؟ اتفضل يا عم دامي. عينيا بس هستأذنك، يبقى بكرة لأني معلش عندي ظرف طارئ دلوقتي. أنا بكرة إن شاء الله الساعة 10 أدخل معاك ونشوف المشكلة إيه. 10 الصبح. ماشي ماشي حبيبي. ماشي يا رجاله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك. لا اله الا انت.